الصورة اللي قدامنا دي لعجل بقري بيعاني من مرض اسمه بوفاين ليكوزس. بوفاين ليكوزس ده سببه بوفاين ليكوزس فيروس. الفيروس ده بيسموه بلاد بورن ديسيز، يعني الفيروس بيعيش في الدم، بيدخل كرات الدم البيضاء خاصة الليمفوسايتس، ويعمل لو ظهر بعد كده، لو ظهر أعراض ممكن الورم يبقى المرض الفيروس موجود وبدون أعراض، إذا بسموه كده زي سرطان الدم. لكن ممكن 5% من الحالات ممكن يظهر عليها أعراض. الأعراض دي في أورام سرطانية بسموها ليمفوساركوما، تظهر داخل الجسم، تبقى في الأبوميزم أو في الهارت أو في السباينال كورد أو خلف العينين، ولما تيجي خلف العينين ممكن تعمل بروتريوجن للآي، خلي العينين تبرز. وإن يجي برضه في الغدد الليمفاوية اللي بره زي ما احنا شايفين كده، البريسكابولار والبريفيمورال حجمها كبير جدا يعني قد الكورة كده. طبعا المرض ده ممكن الحيوان بيبقى ياكل ويشرب طبيعي، لكنه يعتبر مصدر للعدوى. لو استخدام اي سرنجة او اي حاجة دم ملوث لحيوان اخر ممكن ينقل العدوى، وبالتالي يجب التخلص منه وملوش علاج، يعني هذا المرض ملوش علاج. لو عايزين نتأكد من التشخيص ان احنا بناخد بلاد فيلم، نعمل سي بي سي ونشوف نلاقي كرات الدم البيضاء اللي هي الليمفوسايتس، في ليمفوسايتوزس عددها زايد جدا، دي الوسيلة الوحيدة اللي هي تأكد ان المرض، بالإضافة للأعراض طبعا اللي ظاهرة سواء داخل الجسم او بره الجسم. الحيوان ممكن يموت لو الورم ده ضغط على القلب او ضغط على سباينال كورد، ممكن يعمل شلل او كده، ولكن هو مشكلته ان هو يعتبر مصدر العدوى. في الحالة دي ما يجب تخلص منه، عشان وناخد الوسائل الصحية في المزرعة لتجنب ظهور حالات اخرى.